سلام حبوباتي، سلام حبايبي، نتمنى تكونوا احسن الاحوال وصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. المهم هذا فيديو جديد ليا انا اللي غادي في الطريق كنهضر معاكم. المهم هذه واحد الفرحه وواحد سيربريز ما كناش متوقعينه. والله انا بالنسبه لي ما كنتش متوقعه. حتى جاني التليفون البارح وما ولا ما والو، ما كنتش درت حتى شي حاجه. عيطت لي بنتي، كتصيفط لي ميساج، كتصيفط لي ميساج، كنقول لها راه ماشي شي حاجه، راه باغاني نقضي معاها شي حاجه، حسن نسالي هادشي اللي في فيدي ونهضر معاها. دري لا ما كت من هاد المره ما سكتاش، ما فهمت اش بغيتي مني شي حاجه، كتصيفط لي مره وكتعاود تسقطع حتى نعيط لها. لا ما صورت عليا في التليفون، صورت عليا في التليفون الاخر، الانستغرام، واتساب، صافي كتصوني صوني عليها، قلت لها سلام عليك لاباس، قالت لي راه ماما غادا تجي، قلت لها كيفاش ماما غادا تجي، قالت لي ماما راه جايه وخاصنا نمشيو نجيبوها، قلت لها علاش ما ديجا ما علمتناش وعلاش ما قالتليناش، قالت لا راه بغات دير علينا مفاجأة، وقلت لها واخا المفاجأة خاص على الأقل تعلمنا باش نديرو بحسابها ونوجدو. المهم هي غدا دارت لينا سيربريز، وحنا غنمشيو نديرو ليها سيربريز ونمشيو عندها للمطار ونستقبلوها، وبغيت تعيشوا معايا هاد الفرحه حيت اختي ما شفتهاش دابا من توفى الوالد الله يرحمه من 2016 17 18 20، كل 7 سنين، 7 سنين دازت بحال غير البارح، بحال غير البارح، والله بحال غير البارح، وما شفتش اختي انا دابا من 2016 من توفى الوالد. جاو هي اختي الاخرى، جاو عندنا دوزوا معنا العزو ديال الوالد ومشاو، صافي ما بقاش جات اختي، لا اختي الاخرى ولا اختي الكبيره صبا ولا اختي منى، بجوجهم اختي منى مع الوليدات ما ساعاش الوقت، وصبا حتى هي مع الوقت. المهم انا بغيت نشارك معاكم اختي ونشارك معاكم الاجواء اللي غادي نشوف فيها المطار والاستقبال اللي غادي يكون مع اختي، حيت توحشناها بزاف، وماشي كنا ولادها توحشوها وحنا توحشناها، 7 سنين ديال الغربه راه ماشي سهله. المهم هانتوما معايا باش تعيشوا معايا جميع المراحل. يلا خليتكم هنايا، هانتوما معايا. صافي هنا مشيت معاكم في طريق المطار، وقفت هنايا ناخذ لي واحد القهيوه باش نحل عينيا عند هذا السيد هذا. ديما فيما كنكون غادا المطار نجيب خويا ولا اختي ولا شي حد من العائله، كنوقف عند هذا مول القهوه، هذا عنده قهوه زوينه كناخذها من عنده، كنمشي دابا انا قربت المطار، هذه الطريق ديال المطار. كناخذها وكنحط الطوموبيل ديالي وكنمشي، حتى كنتسنى على خاطر خاطري كيحسب لينا السوايع هذا الباركينغ، يعني وقال نص ساعه 6 دراهم. المهم ما خلصتش بزاف فيه، احسن الاخر اللي بقيت اللي كانوا غيتعطلوا بلاصيت في هذا الاخر، يعني نص ساعه وقال لك حسب 50 درهم. هذا لا صافي هنا هبطنا مشينا في الطريق غادي نتسناو المطار، هو هذا ديال محمد الخامس ديال كازا كما كتشوفوا هنايا. انا صافي وصلنا، غنمشيو نتسناو، وريتكم هنايا فين كيدخل من هذاك الباب كيدخلوا،
فين دخلت لي ديك المره فاش كنت مسافر صافي. عاد تما تيرمينال ما تيقول لا تيرمينال واحد وكاين تيرمينال جوج محطه هي تيرمينال. المهم كيما كتشوفوا البنات حنا وصلنا للمطار كنتسناو اختي دابا تخرج. انا جيت هنا بنت اختي راهي واقفه لهي وانا جيت هنا نتسناها. المهم انتوا معايا تلاحظوا شوفوا اللحظه اللي غادي نتلاقى انا واختي. صافي هنايا جيت عند اختها واحد التعليق طويل بنت اختي مزداتنيش مزيان معايا حتى هي شاده هاد الخلعه ديال ماما وفرحان شفتي هاد اللحظه هادي زعما زوينه بزاف وصلت على خير غادي نبكيو المهم ما تنساوش دعمني بلي لايك وجديد في القناة ديالي دير ابوني.